سلامة على نجمنا رمضان صبحي. عمل حادثة بالعربية، العربية يعني تهشمت تماما يعني، وصابة بسيطة لرمضان صبحي، وهنشوف بعض الفحوصات ليه، هيلحق مباراة الزمالك ولا لا، لكن الموضوع بسيط الحمد لله رب العالمين. وماتش الزمالك وبيراميدز الماتش القادم يعني هيحسم حاجات كتير جدا في الدوري. يعني الماتش ده الأهلي هيتفرج عليه أكنه بيلعب مباراة مهمة جدا جدا جدا. الزمالك كسب بيطير، بيراميدز كسب هيطير برضه، اتعادلوا ده في مصلحة الأهلي طبعا، يعني أفضل نتيجة للنادي الأهلي هي التعادل. طيب عندنا بقى أفضل نتيجة للبيراميدز إن هو يكسب، وممكن برضه تبقى نتيجة كويسة للنادي الأهلي إن بيراميدز يكسب، لأنه هيعطل الزمالك بثلاث نقاط، وهم دول اللي فارق بيهم عن الأهلي. يعني برضو نتيجة كويسة بالنسبة للأهلي فوز بيراميدز، لأن لو بيراميدز فاز الأهلي هيعدي بيراميدز ويتساوى مع نادي الزمالك في حالة فوز النادي الأهلي بالمباراتين المؤجلتين. طيب زي ما قلت لكم الحمد لله على السلامة على رمضان صبحي، حالته بخير ومطمئنة، وإن شاء الله يعني ما نشوفش في رمضان واحد من اللعيبة الموهوبة في الكرة المصرية أي شر، وإن شاء الله الحمد لله على السلامة رمضان.